منها الاحتلال، منها المستعمرات والجدار، منها النظام الفصل العنصري الابارتايد. استاذ زيزو عبدو، انا كنت عايز اعرف من حضرتك يعني ايه المؤتمر الشعبي او الحمله الشعبيه لمقاطعه اسرائيل؟ ما احنا كده كده بنقاطع اسرائيل. هي شيء منظم، رايه بنجتمع كلنا تحتيها، بتدعم فيها القضيه الفلسطينيه وبتقاطع فيها اسرائيل. قوى سياسيه مختلفه، حراك شعبي، مستقلين، اتحادات عماليه، اتحادات طلابيه، حكوميه وخاصه، وبالتالي كل ما شيء يبقى منظم نقدر نوصل رسالتنا واهدافنا من خلال حاجه واحده اسمها الحمله الشعبيه المصريه لمقاطعه اسرائيل وعزلها دوليا، اللي هي بي دي اس. استاذ هيثم محمدين، قول لي انت بتكره اسرائيل؟ اسرائيل بالنسبه لي عدو استيطاني يستهدف، اولا يحتل الاراضي العربيه في فلسطين ولبنان وسوريا، ثانيا يستهدف مخدرات ومصالح الشعوب العربيه ومصالح الشعب المصري، وبالتالي احنا بنناضل ضد وجود هذا الكيان. طب انا عايز اعرف اجراء واحد بس بي دي اس ناوي عليه في مقاطعتها للكيان الاسرائيلي. في عدد من الشركات هنبدا ضدهم حمله مقاطعه واسعه جدا بمجرد الانتهاء من المؤتمر التاسيسي. الف شكر لحضرتك. هذه الشركات تعمل في اسرائيل. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. استاذ عماد خفاجه، كنت عايز اعرف من حضرتك هل في شركات تانية غير شركه اورنج ناويين تصعدوا الحمله ضدها؟ شركه كاتر بيلر واتش بي وموبيل. كاتر بيلر واتش بي واكسون موبيل. اكسون موبيل. دي شركات حمله مقاطعه اسرائيل، الحمله ناويه انها تقطعها. استاذه مروه ناوي، انا بس عايز اعرف من حضرتك حاجه واحده، انت فعلا بتكره اسرائيل؟ طبعا بكره اسرائيل. قولي لي حاجه واحده بس تخليك تكره اسرائيل. كل الانتهاكات اللي انتهكتها ضد الشعب الفلسطيني وضد شعبنا كمان، الشعب السوري واللبناني، يعني كل حاجه. انا عايز بس اعرف منك حاجه واحده، انت بتكره اسرائيل؟ اكيد، مفيش واحد عربي، مفيش واحد خلق هويته عربيه وهويته اسلاميه او مسيحيه بيعيش حاجه اسمها اقصى، اكيد لازم مش بيكره اسرائيل، ما بيعترفش حاجه اسمها اسرائيل موجوده. وهضرب لك مثل بشركه موبينيل مثلا. شركه موبينيل تملك 80% من اسهمها، ويمكن زادت اليومين دول كمان، عرفنا ان وصلت ل 90%، شركه ام اسمها اورنج. شركه اورنج ديت شركه ليها انشطه متعدده. شركه اورنج بتدعم الكيان الصهيوني، هي من خلال انشطتها الاخرى هي بتبني المستوطنات الاسرائيليه، المستوطنات على اراضي مغتصبه. الفنان هشام عبد الله، كنت عايز اعرف من حضرتك هل مقاطعه الكيان الصهيوني ستشمل ايضا المقاطعه الفنيه والثقافيه؟ طبعا لازم تشمل المقاطعه الفنيه والثقافيه والرياضيه، في اي مقاطعه اكاديميه هتفيدنا واي مقاطعه هتضر الكيان ده. هل في علاقه بين دور حضرتك في فيلم الطريق الى ايلات وانضمام حملتك للحمله الشعبيه لمقاطعه اسرائيل؟ لا طبعا، العلاقه ان الطريق الى ايلات كان ضد اسرائيل، وكانت من حرب الاستنزاف اللي ضد اسرائيل، اللي كلفت اسرائيل اكتر من حرب اكتوبر. تمام. كان فيها ابطال وشهداء كتير جدا ضحوا بارواحهم في محاربه هذا الكيان الصهيوني. انما انا لما اشوف شباب في 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 في, في عمر الظهور قدموا حياتهم ضد هذا الكيان وضد انتهاكات هذا الكيان، وفي الاخر تبعد القضيه عننا، لا انا بجري ورا اي حاجه ان القضيه دي تطلع تاني للنور وتهتم بيها الناس، تبقى قضيه بالنسبه للفنانين وبالنسبه للرياضيين وبالنسبه لشعب مصر كله. تمام. في قلب التغييب عن في قلب العالم العربي كله عن الكيان ده. شاب في سن حضرتك عايز يشترك في هذه الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل، يعمل إيه بالظبط؟ تمام، في طرق معينة للاشتراك موجودة على الصفحة الرسمية للحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، كمان في استمارات للتوقيع للمقاطعة، ممكن يشرفنا في أي حاجة من الاثنين ويسجل اشتراكه معانا وعضويته معانا.